السلام عليكم مشاهدي قناة لسات تي في، اهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد في اطار مؤجل الجولة الاولى من الدوري المغربي لكرة القدم للمحترفين على ارضية ملعب مركب محمد الخامس مدينة الدار البيضاء. فريق الرجاء البيضاوي غادي يستقبل فريق رجاء بني ملال الصاعد حديثا للقسم الوطني الاول. خرجنا باش نسولوا الجماهير الرجوية على التوقعات ديالها لهذا المباراة. يلا معنا. دائما احنا في اجواء الميكروفون المميز، في هذه الاجواء الباردة جدا ولا باردة؟ باردة جدا. باردة جدا. الجو بارد. واخا. فريق الرجاء، أنت كرجاوي، التوقع ديالك ماتش ديال الرجاء أمام بني ملال؟ توقعت ماتش رجاء رجاء بني ملال فوز الرجاء، وهي رجاء أثروا عليها المؤجلات حيت دابا في الدور الرابعة ومازال حتى ماتش ما تلعباتش الرجاء. تمام. ما عرفناش الرجاء واش باقا في البطولة ولا حيدوها. دونك الرجاء تربح، ولكن الفرقة اللي كانت مزيانة تربح. حتى رجاء بني ملال فريق زوين، يلا طلع من الدوزيام ديفيزيون. مدرب عندهم مراد فلاح، مدرب تا هو في المستوى، وبون شونس كاع ليكيب اللي تيلعبوا مزيان ولا للشغب. داكشي اللي كاين. وعلى ذكر الشغب، هذا الاخ هو راه ما رجاوي ما ودادي، ولكن بغى يوجه واحد الرسالة للجماهير المغربية عامة على قبل الشغب. انا ما نكذبش عليك، انا كنت شحال هذه كنمشي نتفرج في كورة. انا قنيطري وولد قنيطره، كنت تبع الكاك شحال هذه فاش كنت صغير، كنت كنمشي للتيران نتفرج، كنشوف هذوك المشاكل وداك الشيء. كرهت الكره يعني. انا الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك هو داك الشغف هو اللي كيخلي الناس اخرين انهم ما يفكروش يتبعوا هذا الشيء هذا ديال الماتشات وهذا الشيء هذا. المهم انا هذه بارك الله عليك. من تشجع؟ الرجاء. فريق الرجاء البيضاء. رجاء ليفربول. الرجاء ليفربول. دابا انت خويا الرجاوي، الرجاء شحال ما لعبت في البطوله، توحش الجمهور ديال الرجاء، غادي تستقبل بني ملال على ارضيه ملعب مالك محمد الخامس، شنو الراي ديالك في هذا اللقاء؟ جيري 1-0 الرجاء. شحال؟ 2-0 الرجاء. 2-0 الرجاء. واش كيبان لك بلي رجاء بني ملال الفريق اللي سهل بالنسبه للرجاء؟ ما نقدروش نحكموا عليه باسكو هو لعب غير ماتش واحد، وحنا ما لعبناش بزاف مع لعبنا مع الزمامره وخسرنا معاهم، دونك ما لعبناش بزاف ماتشات لوكو هنايا في المغرب، دونك ما نقدروش نحكموا عليهم. تمام. جا هما يلاه جاو من الدوزيام سيري، دونك ما عرفناش اللعب ديالهم كيفاش داير. فوالا. واخا كتوقع حضور جماهيري في هذا اللقاء مع خاصه مع هذه الاجواء ربما الحمد لله الشتاء اللي تهطلت على مدينه الدار البيضاء، واش كتشوف بلي الجمهور راه جاو رغم هذا الشيء غيملا مركب محمد الخامس؟ لا ما كنظنش. ما كنظنش. حيت جاي الماتش ديال الديربي ياك، ومن مورا الترجي، دونك اصلا لي تيكي زادوا فين في الثمن، دونك بنادم غادي يحاول انه يمشي للماتشات ديال الترجي وديال الوداد على انه يمشي. مي اللي عندهم لي كارت راه بيان سور غادي يكونوا بخير. تبارك الله عليك. الرجاء هذا العام بان لي غي كاع الالقاب غيديهم ان شاء الله. تمنينا ان شاء الله. وانت تيق في اللعبه ديال فريق الرجاء البيضاوي؟ ضروري. واخا. الرجاء البيضاوي امام رجاء بني ملال في دونور، التوقع ديال يربحوا ولا شنو غيدير؟ يربحوا ان شاء الله. شحال؟ شي جوج ولا ثلاثه. شكون اللي بان لك يماركي في الرجاء؟ وتولي. وشكون ثاني؟ حفيظ. صافا خويا؟ الله يحفظك. الله يشوفك. مزيان. انت بخير. الرجاء مع بني ملال. الرجاء مع بني ملال الماتش في سيرو زوين، غيكون ماتش زوين ان شاء الله. حتى الرجاء لعبه في كازا. وغيكون داخل جمهور رجاوي. وهذيك حاجه باينه داخل الجمهور الرجاوي، راك عارف الرجاء ضروري غادي تربح. ضروري ربح. ضروري. دابا قلتي لي باللي اللقاء غيكون زوين، سيتادير كو بني ملال الفريق اللي غيقدر يلعب كره ويفرج في الماتش. وفريق بني ملال اخويا انا ما عنديش معاه مزيان الصراحه ديال الله. ما عنديش معاه، ما نقدرش نقول لك نكذب عليك نقول لك شي حاجه، فهمتيني؟ كيبان لي انا فريق محدود القدرات. محدود. واخا النتيجه اللي كتوقع؟ النتيجه اللي كنتوقع اخويا شي 3-0 ان شاء الله. فريق خلاص. تبارك الله. بكل ثقه في النفس. لا بكل ثقه في النفس. تبارك الله.